بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في ساعة عصاري. حالة تأهب في كل البيوت، كل البيوت بتستعد للعام الدراسي الجديد، ويمكن أكتر ناس احنا كلنا عارفين انه الستات هي اللي بتبقى مسؤولة عن الموضوع ده، يعني بشكل كامل بتبقى عايزة السنة الجديدة تبقى جميلة وسنة حلوة وسنة فيها كل النجاحات ان شاء الله يا رب على كل الناس بإذن الله، لكن كمان بتبقى عندها احساس ان هي عليها مسؤولية كبيرة جدا وضغط كبير، هتعمل ايه وهتعمل ده ازاي وبجد هتقدر عليه ولا لأ، ويمكن يكون عندها اكتر من مرحلة في البيت، ويمكن يكون عندها كمان مرحلة هامة وفارقة زي الثانوية العامة او الشهادات عامة، لكن طبعا الثانوية العامة ليها يعني حاجة كده لوحدها. طبعا كمان الولاد والبنات اللي بيبقوا لسه داخلين بقى على السنة الجديدة، اللي بيبقى عندهم كده احساس انه ياه من يعني من اللا رولز واللا قواعد للقواعد بقى كلها والحاجات الجديدة، في بنشوف مراحل كده معينة لطيفة اللي هي الصغننة دي اللي بتبقى مبسوطة بالدخول الدراسة ولسه ما شالتش الهم ولا المسؤولية. يعني حياتنا كلها بتدور في الموضوع ده طول الفترة الدراسية. عايزين مع حضراتكم النهاردة ومع دكتور فاطمة طه نعرف ونتعلم ازاي ندخل على المرحلة دي بكل ثبات وقوة وسعادة كمان ان شاء الله، ونتعلم ازاي نستفيد منها ونفيد اولادنا بإذن الله. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازيك يا عبير؟ نورك ونور مشاهدينك الجمال. الله يكرمك. مشاهدينا بقى الجمال النهارده كلهم يعني مستعدين يسمعوا كل الحاجات اللي تخليهم ان شاء الله احسن والطف ويستقبلوا كده العام الدراسي بحاجات جميله تساعدهم. ربنا يفتح علينا يا رب ان شاء الله باللي ينفعهم يا رب ان شاء الله. يعني انا انت لسه كنت بتقولي في المقدمه انه حتى الولاد الصغيرين اللي هم لسه بلا مسؤوليه وداخلين والناس مبسوطه، للاسف ما عادش في كده كمان. يعني ليه؟ انا بشوف والله في ام بعتالي بتقول لي ابني في جريد 1 في جريد 1 وهي بتاهله قبل ما يدخل علشان يدخل وهو قوي وبتاع، مش راضي يعمل الواجب. يعني في الصيف واجب ايه اللي في الصيف واجب؟ انا مش فاهمه. يعني في الصيف وهو هيؤهل لجريد 1 ومفروض ان هي بتدي له واجب، زعلانه منه انه ما بيعملش الواجب. فانت بتتكلمي في الاحلام. ده بقى كل الامهات يا عيني مهتمه جدا انه يطلعوا اولادهم يعني متفوقين، وهم شايفين ان يعني انا هقيم بناء على الدرجات اللي الولاد هيجيبوها. أيوة والله جابوا درجات كويسه يبقى انا ام جيده جدا وممتازه، انما هو جاب درجات نص نص يبقى انا ام مش احسن حاجه. وبعدين المقارنات بقى ما بين ولاد سلفتي وولاد اختي وولاد صاحبتي وهكذا. والجروبات الجروبات بتاعت الجروبات اللي بيبقى عليها بقى كتير من يعني بدل ما كانت بتساعدنا ان احنا يعني نهتم ونعرف حاجات ما نعرفهاش او كده، بقت العكس تماما، بتخلينا طول الوقت تحت ضغط ان احنا عايزين كبير. نبقى زي الام المهتمه دي. بصي الام دي عارفه كل حاجه وعارفه كل التفاصيل وانا مانيش عارفه. فانا نصيحتي يعني لكل الامهات دول بقى، الست كده في تحدي مستمر، تحدي مستمر يعني من بدايه انها هي اللي مسؤوله، هي اللي هتعاقب لو حصل حاجه غلط، هي اللي هتبقى كويسه لو في حاجه حلوه. تقييم مستمر تحت الميكروسكوب طول الوقت. ارحموا نفسكم يا جماعه. طب مين اللي عمل كده؟ هي الست اللي وصلت نفسها لكده، ولا يعني الظروف اللي حوالينا، زي منها واحده السوشيال ميديا، منها انه الاب بيبقى مشغول وسايب الموضوع على الام. طبعا بصي الله يكرمهم الازواج، يعني هم فعلا مشغولين والدنيا دلوقتي بدات تبقى انه طحن، يعني هو شغال نهار وليل وهي مسؤوله عن الجانب ده بجانب شغلها. بصي يعني انا عايزه اقول للامهات من فضلكم، مش بدل ما نعرف ايه الاسباب اللي خلتنا نوصل لكده، طب ما تيجوا ندور على الحلول. اهدي، يعني اطلعي من كل الافكار دي، لان للاسف هي ما بتوديكيش ناحيه انك راح تكرمي ولادك وتظبطيهم. لا، دي هي مودياكي ناحيه انك مضغوطه وتعبانه وقاعده طول الوقت تلومي وتكبتي في نفسك ومتضايقه وتطلعي غضبك في العيال. فبقيتي ما بتستثمريش الموضوع صح، عماله تضغطي على عيل في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي علشان يعمل واجب في توقيت معين، يا الا كده يا اما يحصل له يعني يعني لازم شويه نهدى علشان نعرف نتحكم في اعصابنا. صحيح. ونعرف احنا ايه الخطه بتاعتنا. لو ابني مثلا بيجيب 2 من 10 فانا محتاجاه خلال الترم الاولاني يبدا يوصل لان هو يجيب 5 6 من 10، خليني واقعيه. وبعدين الترم اللي بعديه يجيب 7
من 10 آه. وبعد كده يعني انا يبقى من يبقى من المتفوقين ان شاء الله. بالزبط. لو ما بقاش من المتفوقين فهو متفوق في جوانب اخرى. هو متفوق في حاجات تانية. مش ضروري يبقى متفوق في كده. طب ازاي بقى نوازن المعادله؟ فكره انه ممكن ام تقول لنفسها هو ممكن يكون اصلا ملوش في الدراسه فتبقى الموضوع يعني مهم هادي عليها شويه، او انها تبقى واخده الموضوع على اعصابها قوي فتبقى ضغط مستمر. طيب هي لازم تقتنع الاول ان في ايدها بذره هي ما تعرفش هو هيطلع متفوق في ايه ومش متفوق في ايه. لازم تبقى فاهمه ده كويس. هو مش قالب انت حاطه ابنك فيه عشان تطلعيه زي ما انت عايزه. لا هو مش كده. هو انت عارفه فكروني بالقالب التلج لما تحطي فيه السائل وتحطيه في الفريزر تطلعيه زي ما انت عايزه على حسب الشكل اللي موجود اللي انت مشتريه. لا ده مش حقيقي. لا اعتبري بقى مثال تاني. لا انت في ايدك حته شويه حبوب ما تعرفيش هم ايه، راح تحطيهم في ارض هتسقيها وترعيها وتشيلي شويه الحشيش اللي ممكن يطلعوا والنباتات تضر بيهم وتحطي اسمده، انت ده دورك والنبات يطلع زي ما هو. فانت بتساعديه ان يكون النسخه الافضل من نفسه مش أيوة. اكتر من كده. فانت انت ايد مساعده للولد يطلع احسن نسخه منه، لكن انت بقى تبقي بتهدميه انك مثلا بتضغطي عليه بواجبات اكبر بكتير من اللي هو يقدر يتحمله. هتقولي لي طب ما المدرسه هي اللي بتضغط. معلش المدرسه تضغط وانت تحاولي تظبطي اللي يقدر عليه ابنك. ده مهمتك انت بقى. شايفه شفت مره بوست كده الام كاتبه، طب ما المدرسه كاتبه له على الورقه ما تكتبيلوش تاني الواجب من فضلك، فهي راحت كاتبه للمدرسه قالت لها طب وانت كمان من فضلك ما تكتب، هو ما بيعرفش يكتب فما تديلوش واجب. يعني ما هو لا مش هتبقى كده، هي مش حرب. احنا بنتعاون بالزبط. احنا والمدرسه بحيث ان الولد ده يوصل لاحسن حاجه عنده. اللي عنده ده قد ايه احنا ما نعرفش. يعني انا دلوقتي عندي شخص مختلف، او يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا مختلفين بالظبط عن بعض، فانا لازم اتعامل مع ابني ده على انه هو ده النموذج ده. الله اعلم مين زيه ومين مش زيه، دي مش مشكلتي عليك. خالص بالظبط. ولا احط ده في دماغي، انا هركن ده على جنب وهتعامل معاه هو بالظبط بشخصيته هو بطريقته بطباعه بامكانياته. لانه عجبتني جدا دكتورة تخاطب كانت مره معايا واتكلمت في النقطه دي بالنسبه للاطفال حبايبي اللي هم بيبقوا محتاجين التخاطب. وقالت يا جماعه لازم تبقوا عارفين امكانياتهم قد ايه واصله لحد ايه بالظبط، لان ممكن نضغط عليهم علشان انا فاكره ان هو لازم يبقى عادي شخص عادي. طب هو لا هو على فكره عنده مشكله الامكانيات على كل المستويات بالظبط كده، ان الامكانيات مختلفه، وان طالما هو ما عندوش امكانيه في الماده دي انا بعاونه ان هو يوصل لاحسن حاجه فيها. لكن ما ضغطوش. أيوة. ما قارنوش بحد، لان بالزبط. احنا كلنا لما تقارننا ما حصلش حاجه حلوه. يعني كلنا فاكرين اصلا الكلمات السيئه لو احنا سمعناها بالزبط. مثلا واحنا صغيرين او في اي مرحله حتى والواحد كبير بالظبط، ما كانتش احسن حاجه وما كانش احسن وسيله بتستخدم علشان تحفزني ان انا اعمل حاجه كويسه. كان دايما التشجيع هو كان احسن وسيله. ان مامتي يعني تشوفني انه انا ان شاء الله تعرفي تعملي دي، انا واثقه فيك، او تقارني بنفسي انت كنت كذا وهتقدري تعملي ده. عايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان الموضوع مش بس مقتصر على انه الام هنا في الضغط ده بتضغط على اولادها فبتلاقي نتيجه مش لطيفه، لا احنا كمان هنعرف من دكتور فاطمه دلوقتي هي لما بتضغط على نفسها وبتضغط على اولادها ده بينعكس عليها هي في كل تصرفاتها في البيت في الحياه مع جوزها، بتحصل مشاكل تانية حاجات كتير قوي احنا في غنى عنها. هستاذن حضراتكم وحضرتك ونطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية في ساعه عصاري. الضغط على النفس بيبقى شيء قاسي جدا، خاصه انه الانسان هو اللي بيضغط على نفسه بنفسه. اكيد في عوامل خارجيه هي اللي بتاثر عليه، بس هو ممكن يكون دي اليد العليا زي ما بيقولوا في الموضوع ده. بعد شويه بقى لما يكتشف انه يعني المشكله دي سببت له مشاكل كتير او حياته مش ماشيه باحسن شكل، فبتلاقي الواحد كده صعبان عليه نفسه وحاسس انه يا ريتني كنت سمعت الكلام او يا ريتني كنت اعرف ده. النهارده ومع دكتور فاطمه طه بنتعلم ازاي نعرف ما نضغطش على نفسنا وناخد كمان افضل النتائج ان شاء الله. دكتور فاطمه منورنا. الله يكرمك يا عبير لنوركم.
كنا بنتكلم على الام انها لما بتضغط ولادها بتوصل لنتائج سيئه. هي كمان في الضغط ده بتبقى ضغط على نفسها. بالظبط. تعمل ايه بقى عشان تتخلص من ده؟ لازم تفهم الاول يعني ايه هي بتضغط على نفسها. لازم تفهم ان طاقتها تتخيلها كده كانها شويه ميه محطوطين في ازازه، بتملى بقى طاقتها كل شويه بحاجات بتحبها، بكلام حلو من كذا، بتخرج مع صاحبتها، يعني بتملى طاقتها بشكل معين بالطريقه اللي هي شايفاها. وبعد كده تخيل الحوامل او الافكار السلبيه اللي بتحطها في دماغها دي عباره عن ايدين تمسك الازازه وتعملها كده، تخلص الطاقه كلها، تروح خرجها المايه كلها من الازازه. وبالتالي خلاص هي خلصت طاقتها وتبتدي تشتغل على الاحتياطي بقى اللي جواها. فتتنرفز على ده وتتعصب بعد ما جواهاش طاقه، واخده بالك، وتنسى تشحن طاقتها تاني. خلاص بقى، ما هي ناسيه نفسها وماشيه مع الحياه سايبه نفسها لكل حاجه. فالصح ان هي تحترس اولا ما تلاقي نفسها مش قادره تتعامل مع الناس، تتعامل معاهم وهي مضغوطه وبتزعق كتير وتتنرفز كتير او بتعيط كتير او مخنوقه او كده، لا، انت دلوقتي محتاجه واقفه ومحتاجه تشحني طاقتك بالحاجات اللي بتحبيها. في ناس بتحب الجيم، في ناس بتحب اصحابها، في ناس بتحب قرايبها، في ناس بتحب الشوبينج، في ناس، يعني كل واحد بيشحن طاقته بالطريقه اللي هو شايفها. صحيح. بتشحنه. بعد ما تعمل ده تبقى حريصه على الحاجات اللي بتضغط عليها، الافكار اللي بتصدرها لدماغها. حريصه إيه؟ عليها ازاي يعني حريصه تعملها ولا حريصه تاخد بالها منها؟ تاخد بالها منها. هي مثلا انا فتحت البتاع الواتساب فلقيت على الجروب ام يعني ما شاء الله عليها حافظه الواجبات كلها وعارفه الحاجات كلها، فانا اقوم اقول لنفسي دي مهتمه، انا فاشله، انا ما فيش، انا ما بعرفش، انا ما عندي وقت، انا ولا ما عنديش وقت اعمل ده، ولا لا خليكي رحيمه او ما عملتش فانا كده مش كويسه. خليكي رحيمه بنفسك، فكري بايجابيه. لو انت عايزه تعملي زيها وشايفة ان اللي هي بتعمله ده انت تقدري تعمليه، فقولي لنفسك حلو قوي، انا ممكن اقرب منها واعرف منها هي بتعمل ده ازاي وابتدي ابقى زيها. او افكر بطريقة تانية، اقول لنفسي اللي هي بتعمله ده زيادة عن اللزوم، ممكن تكون هي حياتها ما فيهاش غير الولد ده بس، وبالتالي هي مهتمة قوي بيه، لكن انا عندي حاجات كتير تانية، عندي شغلي، عندي مسؤولة من والدي ووالدتي، مسؤولة من حاجات تانية كتير. في نفس الوقت اللي انا كنت برضو شايفة ان انا يعني بقدر معقول عاملة اللي عليا. عاملة اللي عليا. فانا كده ما بضغطش نفسي في الافكار. يبقى احترس ناحية الافكار اللي بدخلها لنفسي، عشان الافكار دي عبارة عن ايه؟ هي عن الايدين. الحياة اللي احنا الايدين اللي بتروح قافشة على الازازة وتخليها تطلع كل الطاقة اللي جوايا. يبقى احترس من كل فكرة انا بحطها في دماغي او بفكر فيها. واتاكد بقى من الكلام ده ان انا عندي طاقه. ايوه، انا عندي طاقه لازم اشحنها اسبوعيا، استغلها واوصل لنتائج حلوه مع اولادي. مش هو ده هدفي من السنه الدراسيه مثلا؟ لا، الهدفي ان اوصل لاحسن نسخه منهم. انا بحاول اعمل ايه؟ اظبط الجو اللي حواليهم علشان هم اطلع منهم احسن نسخه. احسن نسخه. تمام. لكن لا نسخه مني ولا نسخه ولا من باباهم، ولا احسن نسخه من خالهم اللي انا كان نفسي هو يبقى زيهم، او مثلا ان انا عايزاهم يطلعوا دكاتره او يطلعوا مهندسين. احسن نسخه منهم. من امكانياتهم. تمام. سيان بقى هم هيطلعوا ايه، ده موضوع يعني اقدار الله كلها خير. اللي هيطلعوا ليه هو كويس، ما تقلقوش. يعني المحاسب حلو والمحامي حلو وكل الناس حلوه، اهم حاجه يبقى ايه؟ يبقى احسن حاجه، يبقى احسن حاجه في المجال ده. هو دخله وهو حبه. صحيح. هو دخله وهو عارف انه هينجز فيه. لكن ان انا اضغط ابني علشان يدخل مجال معين وبعدين ابقى انا بقى في الوسط كده، هدمت له ثقته بنفسه وبوظت له اسلوب تفكيره، كرهته في كل اللي حواليه لانه انا بقارنه طول الوقت بكل اللي حواليه، فهو طبعا كرههم كلهم. بلس ان هو حس ان انا شخصيا انسانه ضغط عليه، فيجي فتره المراهقه يبعد عني انا اول واحده. فكل ده لازم انا احترس عليه، يعني اخد بالي منه. صحيح. واخده بالك؟ فبس هي دول النقطتين، اشحن طاقتي كويس وليكن نص ساعه في اليوم، زائد يوم في الاسبوع، يعني يوم في الاسبوع انا لازم افضي دماغي تماما، افصل تماما، ونص ساعه في اليوم ان شاء الله يا رب بكوبايه نسكافيه وقاعده لوحدي في بلكونه، امسك التليفون واعمل حاجه بحبها. يعني دوري لنفسك على المتاح اللي يشحن تشحني بيه. الفكره انه احنا بنحس ايه؟ ما انا بعمل ده في وسط اليوم. لا، بس أما انا ما عملتوش بالطريقه بتاعت انه ده وقتي او ده ليا او انا بده بشحن لبقيه اليوم. لبقيه اليوم، واقول للي حواليا شويه دول بتوعي لو سمحتوا، انا بقى من الصبح
انا معاكم. ممكن لو سمحت اخد شويه دول بتوعي؟ اللي هو زي فكره انا بدخل الفكره وباكدها على نفسي، باكدها على في نفسي في مخي وجسمي كله، يبقى خلاص يصدقها، مصدقها بالظبط، مصدق انه انا فعلا فصلت وانا فعلا اخدت الوقت بتاعي اللي هو كافي انه يشحن ليا طاقه اكمل بيها بقيه اليوم، اكمل بيها بقيه اليوم. وبعدين انا بس يعني بقول للناس اللي بيسمعنا دلوقتي، من فضلكم جربوا، يعني من فضلك جربي، طبقي، جربي. كلام حلو او جميل، واحنا دايما بتوع الصحه النفسيه بنقول كلام دمه خفيف وحلو كده وتحس ان انت وانتي بتسمعي الله انا مبسوطه، بس ادي لنفسك فرصه انك تطبقي ده وشوفي. ناس بتسمعه تحس ان هو طب ما انا يعني زي ما قلت كده انا بعمل ده، انا بعمل ده او انا عارفاه. لا بس هو لما تخطبي دماغك يعني تاخدي افكارك دي تحطيها قدامك كده كانها بني ادم وتكلميها، فبتبقي بتفرق بيفرق. والله بيفرق بشكل مش طبيعي. اما تلاقي نفسك عندك 500 حاجه في دماغك، عندك بقى مهام في الشغل، وعندك عيل واثنين وثلاثه بيكلموك عشان حاجات معينه واعمار مختلفه، وعندك حاجه مع صاحباتك، وحاجه عند مامتك وباباكي، وحاجه عند اخواتك، وحاجه عند حماكي وحماتك. اول ما تلاقي نفسك اتلبختي كده في 500 حاجه، امسكي ورقه واكتبي الميشنز اللي انت شايفه ان انت المفروض تعمليها النهارده، مهام بتاعتك النهارده. فاطمه ليا وانا جايه النهارده في الطريق لو مال صوتك مش قادره تتكلمي كده ليه؟ لا كويسه الحمد لله. طب في ايه في الاخر؟ في حاجات كتير قوي في دماغك، طلعي ورقه وقلم كده واكتبيهم علشان، ودي كانت حلوه جدا لما قالتها، علشان لما تعملي حاجه وتنجزيها تحسي ان انت فعلا فضيتي المكان ده من دماغك ليها. فخلاص هي كده فضيت. لكن طول ما الواحد فعلا في دماغه كل الحاجات بيدور دايما على اللي ما عملوش، ايه اللي ناقص وما عملوش ما عرفش يوصل، بيحس ان هو طول الوقت انا لسه ما عملتش حاجه. انا عندي حاجات كتير قوي عايزه اعملها، وخصوصا الستات، يعني عارفه الرجاله مهامهم واضحه. انا رايح شغلي، هاجي الصبح شايف اعمل ايه، بالليل هعمل كذا، يعني مهام واضحه، فبالنسبه له ما عندوش زحمه في دماغه. احنا الدنيا بالنسبه لنا حاجات كتير، وتحس ان انت طول الوقت بتتلمي من اللي حواليك كلهم، حتى لو بنظره. يعني ممكن مامتك تبص لك بصه كده انك ما خدتيش بالك من ابنك لما عمل كذا، او ما جوزك ايه ده سبتيه ونزلتي، يعني بتبقي طول الوقت ملامه من اللي حواليك من باب الحب، لكن هو ده بيضغط عليكي برضه. فحاولي قدر الامكان تبقي رحيمه انت بنفسك، لو ما حدش رحيم حواليك بيكي خليكي انت رحيمه بنفسك. اكتبي اللي انت عايزه تنجزيه في اليوم، وقولي مثلا لا، قدره البني ادمين ما ينجزوش اكتر من 5 مهام، 6 مهام، انما 15 و16 ده ان شاء الله بقى في الجنه اما هنوزعهم على بقيه الاسبوع ايوه، لكن احنا في الدنيا لا، 5 مهام 6 مهام. انا عملت ده، انا عملت ده، انا عملت ده، ده هيتاجل لبكره، الله برافو عليا، انا عملت الثلاثه دول، ده انا ما شاء الله عليا، ايه ده، انا ست قويه وكويسه وانا كأم كويسه، انا صحيح. كأم كويسه وعملت ده اللي بيخلينا نقدر نكمل، لازم اكمل. يعني بصي انا لسه عامله فيديو بقول لهم، هو لو ما احنا ما كملناش امال مين اللي هيكمل الدور؟ فانت لازم تبقي رحيمه بنفسك، لان ما حدش بيقوم بالدور ده، يا رب تجيبي خدامين الارض كلهم يخدموكي، بس دور الامومه انت الوحيده اللي هتعرفي تعمليه. صحيح. فلازم تبقي رحيمه بنفسك وصحتك النفسيه حلوه، وتبقي طاقتك كويسه عشان تعرفي تعملي دور الام اللي ما حدش يعرف يعمله غيرك. ابنك او بنتك مش هيتعلم حاجات كتير قوي الا منك انت، ومش هيكون كويس الا لو انت كويسه. صحيح. واللي بتحط عارفه الحبل السري هو لسه متصل، لكن هو دلوقتي حبل افتراضي ما بينك وما بينه، نظرتك ليه بتقويه وبتخليه يطلع احسن ما عنده. انما تقولي له درجاتك زي الزفت، عملت مش عارفه ايه، مش هتعمل ايه، او حتى تحسسيه ان هو مش هيعرف يعمل حاجه. عيل مثلا جاي لك وبيقول لك انا المدرسه المدرسه وحشه وبتاع، طول الوقت تقعدي كده من تحت لتحت تقولي له ايه ده، هتقابل صحابك، انت صاحبتك فلانه اللي كنت هتشوفيها، انت ايه رايك فيها، مش عارفه ايه، هتشوفيها بكره، طب روحي اشتري لبس حلو، طب روح هات مش عارفه ايه، الله الجزمه الجديده، الشنطه الجديده. فانت من جوه جواكي بتجهزيه الحاجات الحلوه، تخليه بتشدي نظره من ناحيه من المسؤوليات، وتخليه هو نفسه يغير الفكره، زي ما احنا عايزين نغير افكارنا، هو كمان محتاج يغير الفكره بتاعته، يغير بدل ما يبص على الحاجات الوحشه والسيئه اللي ممكن يكون بيتعرض لها خلال اليوم، هيبص على الحاجات الحلوه الثانيه. ايوه. طب احنا بقى يعني زي ما احنا عايزين الام تبقى رحيمه بنفسها، عايزين ندي بقى يعني نصايح كده للام، ام الثروات الحاسمه اللي عندها سنة حبيبتي دي حاسمة. عايزه حضن السنه دي تسمعنا دلوقتي هنقول ايه، دي عايزه حضن دي. يعني انا هقول لها بصي بقى، اذا الثانيه عايزه تبقى رحيمه بنفسها، انا عايزاكي انت تبقي رحيمه بنفسك قوي، لان ليه مضغوطه؟ كل ما فيش حاجه هتحصل الا اللي ربنا كاتبها. طبعا فيش حاجه، يعني مكتوب له هيدخل طب هيدخله وهو مبسوط وسعيد.
مكتوب ان هو هيدخل هندسه، هيدخل مكتوب هيدخل اداب، هيدخل اللي هيدخله ده بتاع ربنا. طب يبقى انا محتاجه ايه؟ اهدى واقول ان اللي جاي ده بتاع ربنا. أيوه. انا محتاجه ان انا اعمل خطه يعني اساعد بيها ابني انه احيق له الجو اللي يقدر بيه يعمل احسن نتائج عنده. ده حقيقي، كل سنه بيبقى عندنا تحديات، بنشوف حبايبي اللي بيبقوا جايبين الدرجات يعني العاليه في الثانويه العامه ومبسوطين بيهم احنا كلنا، لكن احنا ما فيش حد فينا بيعرف مين عمل ايه او وصل لايه بعد كده. ده حلو جدا ونفسنا كل الناس تعمل ده، لكن كمان الناس اللي مثلا بتتعطل او بيحصل لها اي حاجه او ما بتقدرش، امكانياتها ما تجيبش انها تجيب الدرجات العاليه قوي دي، بس في منهم ناس كتير جدا نجحوا وكانوا بارعين في حاجات مختلفه وفي مجالات مختلفه. بالظبط. وده مش هو يعني السنه الحاسمه زي ما بنسميها. لا خالص والله، لا والله دي ابدا، ان شاء الله يا رب تبقى سنه زي اي سنه. انا حاسم يعني الحكايه اللي هتبقى حاسمه في حاجه واحده بس، انه العيل يدخل المجال اللي ينجز فيه. يعني المجال اللي يحبه. انا في الاول خالص الواحد لما كان بيقرا كتب في مجال مش حبه كان الواحد بيضغط على نفسه عشان يكمل الكتاب، لكن في مجال بتحبيه بتلاقي نفسك عايزه اخلص يقوموني بالعافيه من الحاجه. أيوة. فهو بس ان انا اوجه ابني يدرس الحاجه اللي هو بيحبها. فدي ده المهم، يعني ده اهم حاجه. طيب وتساعده ازاي؟ تساعده ازاي؟ من زمان بقى هو صغير من المفترض ان هي شايفه ميوله. شايفه طبعا الميول بتترجم عندنا في مصر لدرجات، فهي شايفه كويس ان درجاته مثلا في الماث كويسه، في الرياضه، في الانجليش، في كذا، هي شايفه انه هو رايح ناحيه حته معينه. فبتبتدي تدعم في دي، انا شايفه ان انت ما شاء الله عليك في الجانب ده يعني متميز وكده، ايه رايك تشوف اكتر وتعمل اكتر وتبدا توجهه في الصيف مثلا ياخد كورس معين او يروح ياخد حاجه معينه. ايه ده انا شايفاك قوي في كمبيوتر ساينس، ايه ده انا شايفاك قوي في طب، انا شايفاك قوي في هندسه وهكذا، انا شايفاك قوي متحدث ولبق وكده فتدخل اداب وتدخل مش عارفه قسم ايه وهكذا. فانا ببقى يعني الى حد ما موجهه ابني ناحيه الجهه اللي هو رايحها لما يكبر. دي حته مهمه قوي ان ابقى مركزه مع امكانيات ولادي وعماله اوجههم ناحيه مش الاتجاه اللي جوايا اللي انا حلمت بيه وانا نايمه وانا صغيره، او اللي انا ضيعته وعايزاه هو يحققه، او الاحلام، لا ناحيه او اللي انا حتى شايفاه في المجتمع دلوقتي حاسه انه ده احسن حاجه. لا لا، انا ناحيه الولد والله اي حد بيدخل اي مجال ويبقى شاطر فيه وينجز فيه ويتعلم اللي هو بيحبه بينجز جدا وبينجح وبيتميز وبيبقى ستار فيه وبنتبسط بيه. واهم حاجه انه يبقى صحيح نفسيا، علشان اي حد صحيح نفسيا ومحترم وكويس احنا بنبقى فخورين بيه كأب وام. صح. لكن اي حد كويس في مجال علمي معين ولكن ما عندوش اخلاق او ثقته في نفسه اي كلام، او ما بيعرفش يتكلم، او بيتهته من كتر الضغوط اللي كانت عليه، بنبقى زعلانين عشانه. فنخلينا كامهات حريصين على ده، ان ما تضغطوش لدرجه، وفي نفس الوقت ما فرطش، لان في امهات حنينه قوي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الامهات اللي ملوده على نفسها ماسكه كل المواضيع في ايديها، في امهات تانيه برضو حنينين قوي بزياده. فلا يعني خلي الموضوع فيه توازن، عشان خاطر الموضوع احنا محتاجين هنطلع نشء من تحت ايدينا يبقى النشء ده احنا فخورين بيه. انا بقعد لانه انا قدام شويه هتحول انا الطفله. يعني اما اكبر شويه يبقى عندي 60 70 بتحول انا الطفله وهو الكبير بقى. هو اللي في شده قوته، فانا انا بدور على ايه؟ المعين ليا في اللي في جاي. التوقيت ده. فانت طول الوقت فكري نفسك ان ابنك ده انت بتظبطي المعين قدام. والمعين هو الله، بس يعني انا اقصد انه ان ده اللي يعني هيقف جنبي، ده السبورت بتاعي قدام. يعني فانا عايزاه يعاملني زي ما انا كنت بعامله، بنفس الحب وبنفس الود بنفس الرحمه. ما الاقي ابني جاي منهار مثلا ماده معينه مش هضغط عليه انا كمان، باخده في حضني واقول ده. غير ان احنا كلنا بنبقى فاكرين انه علشان انا بحب ابني او بنتي فمن حقي اعمل كل حاجه، اي حاجه شكلها ايه، بتتعمل ازاي، مش مشكله، المهم ان انا على فكره انا بحبه، مش هقعد كل شيء اقول له،
بنشوف بقى نماذج وناس حبايبي كتير لا هم عارفين ان الام دي بتحب ولا الاب ده بيحب ولا اي حاجه، هم شايفين يعني الشكل او التصرفات السيئه طول الوقت، الزعيق، مش عارفه، الضغط، كل الحاجات دي، وبالتالي بيطلع فاكر ان هو ما فيش، ما خدش اصلا، هو فعلا ما لحقش ياخده، هو ما فيش حد قال له انا بحبك او اكد له المعلومه دي او فهمها له او وصلها له باي شكل من الاشكال. ودي نقطه مهمه جدا محتاجين لها بقى يعني حلقه. ان شاء انا الله. بشكرك يا دكتور فاطمه، العفو، نورتيني، يا رب نكون كده افدنا المشاهدين. يا رب ان شاء الله، اتمنى. شكرا جزيلا. ومشاهدينا لسه عندنا فقره كمان، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية في ساعه عصاري. يمكن كلنا اكيد بنسعى للراحه النفسيه وازاي نكون في مكان نكون مرتاحين نفسيا فيه، واكتر اكيد الاماكن اللي بتبقى يعني محتاجين فيها الراحه هي البيوت. ربنا يا رب يجعل بيوتنا دايما راحه لينا كلنا. الحقيقه انه طبعا لما بيبقى عندنا بقى مساحات صغننه كده بنبقى عايزين دايما افضل يعني التصرفات فيها، ازاي نحط الحاجات بتاعتنا تبقى كلها موجوده وبشكل كمان لطيف ومريح، وازاي المكان الصغير ده ياخد كل الحاجات وكل احتياجاتنا دي. ده اللي احنا نعرفه النهارده من المهندسه مي بسيوني اللي منورانا، مهندسه الديكور. برحب بيكي. اهلا بيكي يا عبير، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني بتعملوها ازاي دي؟ بتبقى يعني معضله. بس الى حد ما بنحاول نظبط يعني. انت اهم حاجه بيبقى راي العميل، لان ده المكان اللي بيرتاح فيه يعني. مش صحيح. مهم راي مهندس قوي، بيبقى رايه تكميلي بس. مهم ان انت تقعدي مع العميل كده تعرفي في الاول هو بيحب ايه، ما بيحبش ايه، الوان، ستايلات. دي اهم حاجه يعني في الاول خالص. أيوه. يعني الهندسه سهله؟ يعني سهله. مش قوي. لا كويس. يعني ناس كتير بتخاف من الموضوع ده. لا انت بتتكلمي بقى يعني، بصي هقول لك على حاجه، اللي بيحب حاجه بيعملها ايا كان بقى المجال، طب، هندسه، محاماه، اي مجال اللي بيحبه هيقدر يكمل فيه. بس هي يعني مهنه دلوقتي مهمه قوي، مهمه اطلع وصعبة. حاجه شكلها ومحتاجه طول الوقت ان انت تطوري من نفسك يعني. يعني اي مهنه عشان تبقي فيها قويه لازم تطوري من نفسك. صحيح. يعني طول الوقت بتقري، بتتعلمي حاجات جديده، لان اللي كان من 10 سنين ماتيريال مختلفه غير دلوقتي، كل حاجه والله اللي كان من سنه اعتقد. ايوه، كل يعني كل حاجه بتختلف يعني، كل حاجه بتختلف من وقت للتاني. رايك ان الماتيريال دلوقتي احسن؟ طبعا يعني انت بتستخدمي التكنولوجيا في ان انت تطوري. يعني انت عندك اخشاب مثلا عملتيها اخشاب معالجه، فبالتالي بقت ان انت تقدري تستخدميها في المطبخ عادي بدل الرخامه. فدي حاجه يعني حاجه مهمه جدا، بقيتي تعرفي تتطوعيها للاحتياجات بتاعتك. لكن بالزبط. برضو في ناس بتقلق قوي من الحكايه دي، خاصه يعني انه في مشاكل اوريدي من الحاجات يعني استخدام الحاجات اللي شبيهه بالخشب. انا مش مسميها لا خشب. لا بصي، هي شبيهه بالخشب، في حاجات بتبقى معالجه. يعني هي بتديكي الشكل بتاع الخشب، بس في نفس الوقت بتقدري تستخدميها كانها يعني الشكل بتاع الخشب. بس معالجه ضد الميه، ضد الحرائق. ففي حاجات قويه وحاجات محترمه، المهم المكان اللي انت بتجيبيها منه. ايوه صحيح، يختلف. اكيد هو ده الاساس. طبعا يعني ما ينفعش ان احنا نروح لاي حد ونقول له بص الماتيريال دي هتبقى تمام بس هي ارخص شويه. لا، اكيد الكواليتي مش هتبقى زي حاجه غاليه، محترمه. معنى ان انا عالجتها ان انا صرفت يعني عليها. صرفت عليها بالظبط كده. ايوه، فعشان كده سعرها بيزيد. بالظبط كده. طيب انا دلوقتي بقى لو عندي مكان، اولا يعني في اماكن بتبقى محتاجه حاجات كتير قوي زي المطابخ مثلا. بيبقى في حاجات اجهزه واستخدامات، واليوم كتير. كله اصلا بيبقى فيه وتفاصيل فعلا كتير. ازاي في مكان صغير اقدر احط احتياجاتي؟ اهم حاجه ان انا يعني ابقى عارفه انا محتاجه ايه في المطبخ. تمام. تاني حاجه ان انا يبقى عندي مساحه عمل كويسه يعني، وانا واقفه ابقى مرتاحه. بمعنى ان انا يبقى على مثلا حطيت البوتاجاز يبقى يمينه وشماله فاضي، عشان هحط حله، هحط حاجه اسند عليه حاجه. بالظبط. يعني اهم حاجه اللي بيجي يعمل ديزاين بتاع المطبخ ان هو يبقى بدل ست البيت يعني، يبقى كانه واقف في المطبخ بالظبط. صحيح. يبقى عارف هي يعني بتشتغل في ايه، سواء مطبخ كبير او صغير. لو مطبخ كبير ما ينفعش ان انا اعمل لها كل حاجه في مكان يعني. احاول اقرب اهم ثلاث حاجات اللي هو مثلث العمل زي ما بنقول، اللي هو الحوض، عندي التلاجة والبوتاجاز، دول اهم ثلاثة. فدول يبقوا قريبين من بعض، نعملهم كده شكل مثلث، يبقوا جنب بعض. أيوة. بس وهي بتتحرك تبقى من هنا لهنا لهنا بشكل سلس.
برضو نراعي برضو ان ما ينفعش ان الافران نحطها جنب التلاجة عشان السخونية. لازم على الاقل وحدة فاصلة ما بينهم. يعني دي من الحاجات اللي احنا نحاول على قد ما خاصة ان الافران دلوقتي بقت معظمها فوق في المستوى العالي كدا. فبقت قريبة جدا من انها لو اتحطت جنب التلاجة فبقى بشوف قصص يعني انت بتلزق في التلاجة لا ابعدها عن التلاجة عشان فعلا بتطلع سخونة يعني وفعلا يعني بتأدي ان التلاجة بتبوظ في الاخر التلاجة بتبوظ مع الوقت. طب احنا دلوقتي كمان الالوان بقت يعني كتير قوي يعني دايما كنا نسمع ان المساحات الصغيرة محتاجة الوان فاتحة بنشوف الالوان الغامقة دلوقتي بتتعمل برضو ما عندهمش مشاكل هل ده صح ولا غلط؟ مش صح في الالوان يعني في المكان الضيق حاول على قد ما تقدر تبقى حاجة بسيطة وفاتحة هتديني وسع يعني زي ما يقولوا كده انا لما باجي البس فاتح ببان ان انا مليانه لما بلبس غامق ببان ان انا رفيعه نفس القصه ونفس المبدا في الشقق او في الاماكن الضيقه حاول على من وجود كل الالوان ما اصل هي قاعده فاهماني يعني انت ممكن تعمل حركه بسيطه يعني ممكن تلعب في حيطه معينه بديكوريشن معين ممكن تحط ورق حائط بشكل مختلف كده بسيط يعني وبرده يبقى فاتح يعني مثلا بيجات بينكات يعني حاجات كده الوان فاتحه مع بعض هتديني شكل مختلف ديكوري مختلف بس في نفس الوقت هتديني وسع انما لو انا ابتدي احط مثلا مكان غامق او كده لا هيغمق يعني هيغمق اكيد. طب احنا معانا اعتقد صور نشوفها مع بعض عشان نتكلم عليها واحنا بنتكلم فيها كمان حاجات زي التجاليد الخشب دي اشكال جديده من التجاليد الخشب يعني بقى خلصت موضه الشكل اللي احنا متعودين عليه ابتدينا بقى نحط الخشب باشكال تانية اكترها حاجات منحنيات ده شكل جديد من الدهانات برضو بنلعب بالدهانات بلونين فاتح وغامق ويعني كونتراست يعني بيبقى عالي ما بينهم يعني استخدم اللون الغامق واللون الفاتح كونتراست ما بينهم عالي بيبقى عالي قوي والكيرفات طالعه موضه جدا السنه دي سواء في الدهانات او في شكل البانوهات يعني البانوهات كان الاول متعودين عليها اشكال مستطيله لا دلوقتي ابتدينا نغير في الشكل بقينا شكل كيرفات اكتر يعني لطيف دي وحدة إضاءة يعني دي بقى أشكال جديدة من وحدات الإضاءة يعني بنبتدي الإضاءة طبعا عامل كبير جدا مهم من الحاجات المهمة جدا في إبراز الجمال يعني طبعا ودايما أقول إن الإضاءة الطبيعية من أهم مصادر الإضاءة في الديكور فكل ما يكون عندي مصدر إضاءة طبيعي استخدمه لازم يعني ما نقفلوش في ناس بتقفل الشبابيك اللي في البيوت لا نعتمد عليها اعتماد رئيسي وبعد كده بقى الاضاءه الصناعيه بقى نبتدي بس احيانا بيبقى عندنا مثلا دريسنج فيه 2 شباك ليه يعني نفاول ممكن نقفله بس يعني نحاول الى يعني الى حد ما ان احنا ما نقفلوش طب اوظفه ازاي يعني ما انا مش متخيله بالظبط اللي انت بتقوليه بس يعني انا ممكن على حسب مساحه بس ممكن اكبره واخليه واحد بس لو الواجهه طبعا يعني تسمح. هو على الواجهة تسمح لان في حاجات ما بتسمحش صحيح. وفي ناس بتقفل واصلا واجهة ما بتسمحش فبيحصل لهم مشكلة بعد كده فالى حد ما نحاول نحافظ على مصدر الاضاءة الطبيعي وبعد كده ندخل بقى الاضاءة الصناعية يعني تمام دي برضو دي وحدة اضاءة جميلة يعني شكل قوي بس تنفع فين بقى تنفع في يعني بتنفع في دي جنب السرير يعني دي يعني وحدات اضاءة جانبية بتبقى من السقف بس نازلة يعني بدل الاباجورة فدي تنفع بقى في اماكن كتير يعني تنفع في ليفينج تنفع في غرفه نوم دي الاشكال الجديده مستواها بس حاساه قريب يعني عشان هي بدل الاباجور بالظبط كده يعني بدل وحده الاضاءه الجانبيه يعني هي وحده اضاءه جانبيه وات ايفر بنت هتحطيها فين يعني ممكن في كورنر في اي كورنر بقى في البيت بس باخد بالي مثلا انه يعني الكورنر ده ان حد بيعدي منه لا ما هو انت الكورنر بعيد عن حد يعني دي جنب السرير ما فيهاش تعديه لو انت عندك مثلا سيف ليفنج هيبقى الكورنر بتاع الليفنج اللي ما فيهوش يعني الكورنر بتاع مش جنب الباب لا الكورنر اللي هو في الزاويه ده دي تتحط فيها عادي مفيش مشكله فده شكل جديد برده من اشكال وحدات الاضاءه نازله ده الوان مختلفه خالص دي عندي هنا هوت السقف بقى موضه جدا ان انا اعمل السقف بالشكل ده نسينا بقى خلاص او شلنا بقى من دماغنا قصه السقف بقى الجبسون بورد بقى مستويات او كده لا الشكل الفليت هو اللي نزل الموضه قوي او وحتى الاضاءه بتاعته بقت مختلفه جدا الاضاءه ليد بروفايل بتبقى لطيفه جدا وشيك وبتدي اضاءه واضحه وفي نفس الوقت حاجه بسيطه وهاديه يعني الدنيا بقت حلوة بسيطه دلوقتي الهدوء ده جدا
هنا ده بقى مكان اعتقد انه محتاج الاضاءه المختلفه. دي وحده اضاءه برضو، هو عشان مكان غامق فطبعا دي وحده اضاءه مستطيله كبيره. دي وحده اضاءه يعني هي واخده شكل مودرن وكلاسيك نفس الوقت. الاماكن الغامقه بتبقى محتاجه اضاءه اكتر. طبعا يعني كل ما يكون المكان عندي غامق سواء دهانات او اساس بتحتاج اضاءه قويه يعني. دي برضو وحده من وحدات الاضاءه بشكل مودرن. طالعه اشكال فظيعه وحلوه جدا. هنا بقى انا عندي شكل جديد من الدهانات. ازاي بقى؟ يعني انت عندك الحيطه واخده جزئين بس، بصي هما داخلين على بعض بشكل مختلف. انا تخيلت في الاول اول ما شفت الصوره دي ان ده باب. لا وبعدين يعني لقيته لا ده جزء من الحيطه. بالظبط، وممكن تتعامل على باب يعني. الجزء ده لو انت عملتيه على باب مكمل مع الحيطه فهيديني باب مخفي او كان الباب مخفي. فده شكل جديد برضو من الدهانات. يعني احنا بنجدد بقى في شكل الدهانات وبنلعب بالدهانات، يعني الكونترست ما بين فاتح قوي وغامق قوي. فده اقدر اعمله في مكان. ولو لاحظتي الحيطه ما حطيناهاش مثلا ناحيه الفاتح، لا نقلناها ناحيه الغامق، لا نقلناها ناحيه الفاتح. فاداني برضو شكل جديد ولوك مختلف. حلو قوي. دي برضو شكل جديد من البانوهات كلها منحنيات. اللي كنت بتتكلمي عليها دي هنا منحنيات مش المستطيل العادي. وواخد شكل بصي ورقه الشجر من جوه، التجزيعه بتاعت ورقه الشجر، وبندهنه بقى يعني بعد ما بتحطيه بقى بتزيعيه على الحيطه بتدهنيه بقى باي لون انت عايزاه. فدالك تكتشر مختلف وشكل مختلف من البانوهات، ما بقتش اللي هي الشكل المستطيل لكل العاديه اللي كلنا متعودين عليه. بالظبط كده. وهنا برضو المساحه صغيره ولا هي الصوره كده؟ لا هو ده ممكن يبقى ريسبشن يعني ده ريسبشن، فده مساحته برضو مساحه متوسطه مش مساحه كبيره ولا صغيره، فتقدري تعملي الحركه دي فيه بمنتهى السهوله. واللون هنا برضو لون الحيطه فاتح. مش من الالوان الغامقه. وداكي كده اريحيه ان انت تحطي وشكل جميل وشكل اللي يعجبك كده. يعني. بالظبط، والالوان تبقى مختلفه. بالظبط، لون مختلف. بعدنا عن البيجات، دخلنا في الاخضرات اللي هي تريندي جدا ولسه مكمله معايا، اللي هي القريبه برضو يعني كانها عليها لون جراي. يعني اخضر فاتح قوي عليه لون جراي، ده من الحاجات اللي لسه مكمله معايا السنه دي يعني. بالظبط 2023. يعني احنا برضو ما زلنا في موضوع الموضه. يعني مثلا اللون زي ما انت بتقولي الوان الحوائط مكمل معانا اللون ده. مكمل معانا. وعندنا دخلنا الاخشاب بشكل مختلف. يعني الاخشاب موجوده بس دخلناها بشكل مختلف. الشكل اللي احنا تعودنا عليه خلال السنتين اللي فاتوا اللي هي الشكل الخشب نفسه، لا غيرناه بقى بالاشكال اللطيفه دي اللي هي المنحنيات شويه وتبقى لون الدهان. فده طب شكل بديل الخشب بقى. ما هو ده بديل، يعني ده اللي غيرناه. يعني بديل الخشب الشكل اللي احنا متعودين عليه خلاص ما بقاش موضه قوي يعني. خلاص قدم شويه. ودخلنا كمان بدايل الرخام. بدايل الرخام موجوده بالظبط. موجوده في الاول الصراحه مستغرباها جدا يعني. انا اشوف ليه رخام على الحيطه موجود؟ أيوة ليه؟ في الارض يعني. كفايه، وخاصه ان انا مش من هواه. أيوة الرخام. أيوة. بس يعني في ناس استخدمته او استغلته بشكل بسيط فطلع منه حاجات يعني. الحاجه لما بنكتر منها او لما بنخليها كل ما اخش مكان عينيا شايفه هنا زي هنا زي هنا ببتدي ازهق. انت فجاه لقيتي كل شويه بدايل رخام بدايل خشب. كان قبلها عندنا الاحجار. فابتديتي تزهقي. لون مثلا تريندي طلع موضه مثلا تلاقي كل الناس عامله رمادي. بالظبط فاهمه. فلازم الانسان يشوف بيحب ايه مش ايه الموضه. لان انا هقعد في المكان ده ايه اللي بيريحني؟ وبعدين موضه ازاي بس وهي يعني هستغلها او هستخدمها لو هي لطيفه وعجباني وانا هبقى مرتاح فيها فتره طويله. بالزبط. لكن انا مش هغير كل يوم. زي بالظبط بقول الموضه نفسها بتتغير. بالظبط زي بقول المطبخ ما نحطش في المطبخ الوان فقعه مثلا، زي يعني في ناس بتعمل المطبخ مثلا لون اورنج لون اخضر بستاش. لا بيطلع الوان موضه كده. بالظبط لا ليه؟ انا المطبخ ده مكمل معايا شويه. فعلى قد ما اقدر احاول اختار الوان محايده او الوان مكمله ما بتبطلش موضتها. زي ايه بقى الالوان المحايده؟ عندي اللون الابيض مع لون الخشب اللي انتوا عاملينه ده مش بيبطل. درجات كتير بقى من الخشب. عندنا المطابخ هنا الوان واشكال. حاجات حلوه واشكال. اللون الجراي الغامق مع الجولد بقى طالع موضه قوي. والابيض مع الجولد برده بصي يعني فظيع. يعني في شويه حاجات كده بتفضل شيك وما بتبطلش.
اللون البيجيت، الالوان البيجيت، الخشب بصفه عامه، فكل الحاجات دي موضتها مش بتبطل، فاهماني؟ فلما اكون في مكان مش هقدر اغيره بصفه مستمره زي الاخشاب برضو هقدر اعمل كده. بس اي اعمل مثلا كورنر مثلا زي ما انتم عاملين كده وات، حاجه ملونه كده وات ومطرقعه، اقدر اعملها في كورنر في البيت. ليه؟ لان عادي ممكن اغيرها في اي وقت. اعتقد برضو انه محتاج مساحه واسعه. محتاج، ما انا بقول محتاج مساحه واسعه، بس اقدر اعمل ده في حته مثلا مطرقعه في الليفنج، يعني الليفنج ده كده كده احنا ممكن بحاجات بسيطه نقدر نغيره. شويه يعني نغير الستاره مع مثلا السجاد. هو بطبيعه الحال بيتغير. بيتغير. لاي شكل. لا بس عارفه انت ممكن مثلا في ناس يعني ولادي غيروه من الوان فاتحه لالوان غامقه عادي جدا. ايوه ما انت لا بطريقه بلعبهم. لا بس انت عارفه ممكن مثلا يعني في الصيف تغيري الليفنج بالستاير وشويه كوشن والسجاده هتغيريه خالص، تنقليه لو هو لونه محايد هتنقليه في حته ثانيه. تيجي في الشتاء تغيري بقى اللي هي الالوان الغوامق الزيتي النبيتي بشويه كوشن برده تهديه كده. تغيري تنقليه في رمضان تعمليه اشكال اي حاجه خيمه رمضان بقى. يودينا برضو في حته ده بجد. الحاجات اللي هي المحايده دي بتخليكي قادره ان انت تغيري فيها كل ما بتديكي مود فعلا مختلف جدا. يعني والكوشن دي انا بعتبرها من الحاجات الجميله جدا، يعني التغيير فيها بيديني مود مختلف، طالع حاجات مطرزه وحاجات على تايجر وعلى حاجات على يعني اشكال مختلفه فيها، في حاجات يعني بتلمع وحاجات ماتيريال كتير، فانت لما تيجي تغيريها مثلا هتديكي شكل مختلف جدا. طب نشوف معانا صور كمان. نشوفها مع بعض. دي برضو شكل جديد من البنوهات. بس دي كان في بنوهات بارزه، دي تعتبر يعني انت عملتي على الحيطه هي يعني انت بالظبط كده. فالحيطه هي يعني هو انت ده تكتشر، يعني انت حفره، يعني الجزء كله انت عامله الجزء ده حفر. فاداكي بقى الاحساس ده ولو انت بلون مختلف، فده برضو شكل فكره حلوه قوي دي في المساحات الضيقه جدا. يعني شايفه ان انا دخلت لجوه مش حطيت ماتيريال بره، يعني هو زودي انت بتبتدي قللي المساحه. ده برضو شكل، ده شكل السقف المفروض ان هو موضه دلوقتي جدا وترندي ومكمل معايا، ان الشكل السقف يبقى فلات، الاضاءه فيه بسيطه، استغنينا عن النجف، يعني هنا هو استغنينا عن النجف. الاضاءه قويه وعملنا اضاءات جانبيه، وبصي مساحه الشبابيك كمان كبيره. فلما باجي افتحها بتدخلي خلاص اضاءه كافيه، استغلتها كلها بالظبط. وبالليل الاضاءه دي كافيه جدا ان هي تبقى منوره المكان. حاجات شكلها خلاص اختلف، يعني الترابيزات مثلا بقت بتدي شكل لوحدها لما بتتحط كديكور، بتدي شكل للمكان. عندنا برضو الجزء بتاع اللي كان زمان بيبقى مكتبه وشكله سيريال قوي، بقى دلوقتي الموضوع اختلف. أيوة خالص، لان ما فيش حد دلوقتي كله بيقرا كتب أونلاين. يعني اونلاين يعني. بس يا رب يا ريت نقرا. يعني ده برضو شكل جديد من البنوهات الخشب، شكل يعني طالع الخطوط المنحنيه بشكل، يعني انت الخط منحني بس نفسه بيديك راحه. ده مديني احساس انه كانه مكان مثلا في ريسبشن في عياده او في يعني، وممكن في بيت يعني، هو طالع موضه جدا. عادي في يعني في الليفنج روم، يعني الحاجات اكتر اللي بنستخدمها كده بيبقى في الليفنج روم. وممكن في ريسبشن، يعني انت عندك حيطه كبيره في ريسبشن مش عارفه تعملي فيها ايه، فانت ممكن تعملي فيها ممكن الفرنتشر نفسه يختلف. لا الفرنتشر بيختلف، يعني هو انا بتكلم على شكل الحيطه ده برضو. أيوه. شكل من اشكال الاسقف برضو، مش محتاج يعني استغنينا هنا عن النجف خالص. فمعظم الاسقف الحديثه بتستغني عن النجف، والنجف اللي موجود دلوقتي بالاشكال اللي احنا عرضناها قبل كده اللي هي الحاجات الخطوط بقى الجميله الانسيابيه دي، مفيش بقى الحاجات الخطوط الحاده او كده، لا يعني بقت الدنيا ابسط. بيعجبني كمان يعني يمكن في الصوره اللي قبل دي انه استغلال المساحه، لو انا عندي حيطه كبيره ان انا اخد فيها كنبه مثلا طويله، مش شرط الحجم العادي الطبيعي ده كده. فده يديني والخط المنحني نفسه لما مشي معاكي، لو عندي اكتر من حد ضيف فانا خلاص قعدت كل الناس بالظبط كده. ان انا عندي مشكله وخاصه لو انت لو حطيتي في النص كده كونسول ويمين وشمال، يعني حطيتي مثلا كراسي برضو هتديني في الحيطه الكبيره دي، هيديني شكل مختلف وجديد، فاهماني؟ فاهم حاجه ان انت المكان تتخيليه لما تخشي، تتخيلي انت عايزه تعملي فيه ايه واحتياجاتك كمان فيه بالظبط كده. يعني انا دلوقتي برضو في المطابخ لما بيبقى عندي مطبخ صغير انا محتاجه فيه انه يبقى واخد حاجتي
كلها. فانا هبقى يعني هستغل كل ضلفه جوه المكان ان هي تبقى ليها الزوايا بقى وكل حاجه وفوق ليها استخدام، ما تبقاش ميته او زي ما بتتقال. واهم يعني حاجه بقى بقول في المطبخ وانا بشطب دايما اجيب شركه الغاز تعاين علشان اعرف احتياجاتي ايه. ليه؟ لان بلاقي ناس بعد ما بتشطب وبتخلص وبتركب المطبخ جم يركبوا الغاز ابتدوا بقى يكسروا بقى في وحدات المطبخ او مشيت بشكل مش لطيف خالص. فضايقتهم بقى، بيفضل منظر كده قدامهم مضايق. ده غير بقى كمان، لا ده غير بقى كمان ايه، احنا هنحط السخان، لا السخان في مكان والبوتاجاز في مكان، فبالتالي هنعمل توصيلات تاني للميه. فبنبتدي نمشي مواسير من فوق يعني، فبتبقى منظر يعني صعب جدا. فدي من اهم حاجه التخطيط في الاول، عشان كده احنا بنحتاج المهندسين الديكور يعني. يعني جايبينك النهارده معانا علشان تقول لنا كل الخطوات الجديده واللي احنا محتاجين ناخدها دي. بشكرك، نورتيني وسعيده جدا بالمعلومات الحلوه دي، وان شاء الله نكررها تاني ان شاء الله باذن الله. ومشاهدينا يا رب تكون حلقتنا عجبتكم وفقراتنا كلها، واستنونا ان شاء الله مره تانية في ساعات عصار.